سيد زين، من وجهة النظر القانونية إلى أي مدى ترى أن انضمام مصر قد يسهم في حل هذا النزاع الطويل؟ من الجانب القانوني أعتقد أنه مؤثر أن أكبر عدد من الدول حينما تنضم إلينا سيكون أمرا هاما لدى فريق الدفاع في القضية. سيعطي القضية ويضفي عليها اهتماما أكبر دوليا، وسيشجعنا جميعا على أن نرفع أيدينا ونعترض، وسيدعم موقفنا ويجعله أقوى، خصوصا ما فعلته بعض الدول مثل كولومبيا، وهذا قد دعمنا أكثر. أعتقد أن هذا أضفى ضغطا أكبر على إسرائيل، فمصر دولة هامة جدا في العالم وليس فقط في المنطقة، وأنا متأكد أن أكثر من دولة عربية ستنضم إلينا بعد خطوة مصر.